يدرك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن جانباً من الصناعات البسيطة يمكنها أن تستوعب عمالة كثيفة وتفتح بيوتاً كثيرة. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بيعتبر هو امتداد لعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية اللي أنشئ بالقرار الجمهوري في رقم 40 لسنة 91. أحيانا مختلف شوية شغل الجهاز عن ما أوكل للصندوق الاجتماعي للتنمية. جهاز تنمية المشروعات في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم مشروعات الشباب ودعم العمل الحر وتنمية ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال أصبح هو الجهة المنوط بها دعم هذا القطاع الهام بالتنسيق مع كافة شركاء التنمية جوه مصر وبره مصر. أحيانا القرار 2370 اللي صدر من السيد رئيس الوزراء في نوفمبر 2018 أوكل للجهاز بعض المهام الأساسية اللي بتؤدي في النهاية إلى دعم هذا القطاع الهام وتوفير كل سبل الرعاية من الدولة والقيادة السياسية لهذا القطاع الهام. عملياً يضع الجهاز على عاتقه جزءاً من مهمة دعم الصناعة باعتبارها أحد وسائل مواجهة البطالة، كما أنها واحدة من أسباب التنمية. كل ذلك إلى جانب مهامه الرئيسية في تنمية المشروعات الشخصية، سواء أكانت متوسطة أو صغيرة أو حتى متناهية في الصغر، وأيضاً سواء أكانت تجارية أو صناعية. أنا بدأت مع الجهاز بخمس مكانات في المصنع القديم كبداية، ووصلت بعد ما كملت عدد مكن في المصنع القديم فما عادش يستوعب مكن لأنه موجود في منطقة سكنية، فجيت طورت نفسي وخدت المكان في المدينة الصناعية وزودت مكان تاني وفتح لي الجهاز مجال التصدير وفي مساعدات كتيرة يعني من الجهاز. خدت بالك كان المصنع لحد ما وصلنا الحمد لله ان احنا دخلنا دول عربية، سوق الدول العربية ودول افريقيا، والحمد لله النهاردة عندي 70 ماكينة او يعتبر 70 خط. ربيع رشوان الذي كان يمتلك مصنعا صغيرا لانتاج الحصير التقليدي بآلات بسيطة أدرك مبكراً أن خدمات الجهاز تمتد إلى مقر سكنه ومكان مصنعه في محافظة الفيوم، وبمجرد تقدمه للحصول على دعم لتوسعة وتطوير نشاط المصنع كان له ما أراد. طبعاً الجهاز بصرف النظر عن المادة كناحية مادية ده موضوع، أما الموضوع الثاني وده كان الأهم اللي هو وصلنا المعارض، ويمكن الشغل اللي ورا حضرتك ده شغل رايح كينيا سبب معرض، يعني الشغل حاليا اللي بيتغلف دي ده بيسافر كينيا، ده كان سبب معرض، كان موفروا لي جهاز مرتين، دورة تدريبية في التسويق في اليونان كانت على حساب الجهاز. طبعا كل العوامل دي ساعدتني كتير قوي ان انا ادخل مجال التصدير او مجال عرض المنتج بتاعي بحيث انني يعني اوصل للهدف اللي انا كنت عايز اوصل له، فده كان دور من الجهاز. خدت بالك في مساعدتي في حتة التسويق وحتة المعارض، أما الشق المادي فده كان في البداية وده كانت مرحلة، أما المرحلة الثانية كانت هي مساعدته في حتة المعارض والدورات التدريبية اللي كانت في اليونان وفي التسويق والحاجات دي. وقت ما بدأت بالخمس مكانات كان عندي 17 عامل، النهاردة عندي 128 عامل في المصنعين، في المصنع القديم والمصنع الجديد، يعني من 17 ل128 عامل في المصنعين. ولأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يتفهم أن التسويق والتطوير هما أساس التصدير، فجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لديه آليات وإجراءات غير معقدة في التأكد من جدية عملائه ومدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه مشروعاتهم أولاً ثم التزاماتهم تجاه الجهاز. أنا كنت جاية هنا ما بعرفش أعمل أي حاجة خالص وبدور على شغل، ولما جيت علموني المهنة، تعلمت سرفلة، تعلمت تشطيب عشان أكون نفسي وتعلمت كل حاجة. ومع كل مشروع يدعمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تتولد فرصا جديدة للعمل، سواء لصاحب المشروع أو للعاملين معه، لتبقى دائرة الرزق مفتوحة للجميع.
دلوقتي احنا علشان نحافظ على سوق التصدير احنا لازم نطور من منتجات بتاعتنا ومن المكن والآلات، فبنحاول ان احنا دلوقتي ندخل مكن كمبيوتر، ده بيساعدنا على تطوير المنتج وزيادة الانتاج وتوفير جودة افضل للحصير البلاستيك. دلوقتي انا حققت نجاح في المصنع ده، فبتمنى لاي شاب ان هو يوصل للي انا وصلت له عن طريق جهاز تنمية المشروعات بشرط الجدية طبعا في تحقيق هدفه. بإصرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على تحقيق النجاح لكل مصري لديه رغبة جادة في صناعة مستقبله بمشروع خاص يناسب قدراته، تبقى سلسلة الأمل في المستقبل متواصلة ومنتجة.